بسم الله الرحمن الرحيم. تجهيز العيادة السنية بمستهلكات علاجية لصالح العيادة في مركز الرعاية الأولية في ناحتة برعاية الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما 5/8/2014، حيث تم تزويد هذه العيادة بأدوية وعلاجات سنية بقيمة 64,600 ليرة سورية. حاليا يتم العمل في عيادة طبيب خاصة ريثما وصول كرسي السنية لصالح المركز، وتتم الخدمة العلاجية في هذه العيادة بشكل مجاني كامل. جزا الله عنا خيرا كل من أشرف ودعم هذا المشروع. شكرا الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما.